السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. الحمد لله لاباس، صافا بخير. الحمد لله الحمد لله لاباس والله. لا غير رحمه ربي. الحمد لله. على بالي باللي على بالك وعلى بالي. ايوا على بالي. كاين اللي يقول لك في هذه الحاله، كاين اللي يقول لك قرصاليك وكادوليا. من زوجي هضروا هضره واحده، فكرتني بهذه الهضره، بهذوك تاع اللي يقولوا السلام راه ياكل فيا، معناتها واحد راه جاي يشوفني. يقول لك يدي رايت تاكل فيا، غادي يجوني الدراهم. المهم خوتي، على بالي بلي هذا شحال وانتم راكم تقراو في الفيديو، توحشتونا وراكم مهبليننا. وانت لي فيديو جديد خوتي، ان شاء الله غادي صاي سيبو، مش غادي نقلعو. سما اثنين وخميس كيما بكري كيما مداري، غادي لي فيديو كل يوم. لا كل يوم خميس، ما تحماش بزاف، ماشي كل يوم، باسكو هما كيرفدوا كلمه كل يوم، غادي يقولوا قراو كل يوم. لا بغا غلط خوتي، اثنين وخميس قلتها صاي سيبو. اليوم شغادي نحكوا لكم؟ غادي نحكوا لكم على تيك توك. بصح شغل ماشي بصفه انه تيك توك ريزو ماشي مليح، لا، غادي نحكوا لكم بصفه كيما نقولوا سيونتيفيك. غادي نحكوا لكم الدوبامين والمخ وش يصرى للانسان، وهذاك الادمان هذيك تاع شتا تسكرولي تقعد تسكرولي، هذاك ادمان، هذاك شوال شي يصرى لنا. علاه كي تبغي ترقد 12 تاع الليل تقدر بالتليفون تقعد تسكرولي؟ باختصار خوتي، اليوم غادي نفهموكم علاه تيك توك غادي يردنا ولا ردنا اغبياء، وعلاش هرس جينيراسيون كومبلي. هذه ثاني، هذه مهمه بزاف. بلا ما نطولوا عليكم خوتي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ولكن قبل ما ندخلوا ديريكت في السوجي، غادي نحكوا لكم على واحد التجربه اللي اسمها تجربه الفئران. في 2016 واحد نيوروبيولوجيست ولا عالم تاع اعصاب اللي سموه كريستيان لوشار دار واحد التجربه، وهذه التجربه ماشي هو الاول اللي دارها، داروها قبله علماء واحد اخرين في سنوات السبعينات. قدب واحد لاكاج دار فيها فئران وبلع عليهم، ودار داخل واحد البوطون ولا بوطونه كيما نقولوا حنا اللي ندركوا فيها، حطها شويه الفوق. علاش؟ باش الفئران يسيو تشبطوا ويدركوا هذيك البوطونه، وكي يدركوا هذيك البوطونه شي صرا، كاين واحد الكابتور يطلق العقل ولا المخ هذوك الفئران دوبامين. على بالي بالك ما فهمت والو، شو ولا هذه الدوبامين وعلى هالفئران. ديجا قبل ما نكمل لكم ما بين قوسين، علاش دائما يديروا الفئران العلماء؟ باسكو كيما الانسان، ثم باش يعرفوا حاجه كيفاش تصرى على الانسان يسيوها في الفئران. وش هو الدوبامين؟ الدوبامين خوتي هو واحد الموليكول تاع المتعه ولا السعاده اللي المخ تاعنا يفرزها كي يكون يصرى ايفينمون ولا حاجه شابه في حياتنا. نعطيكم اكزومبل، كي تكون تقراو جي بيريود تاع لي زيكزام وستريس ولا بريسيون، هذيك من بعد تكمل ليكزام وتقدر الورقة تاعك تلقى روحك ديت نقطة شابة تفرح، هذيك الفرحة بالذات هي بسبب الدوبامين. ولا مثال واحد اخر ساهل، كي تكون خدام وشهر تخدم كاع الشهر، بعد تجي لاضات تاع ال 27 ولا ال 26 شي صرا، المال تلقاه في الكونت تاعك تروح باش تخرج دراهم، تجيك واحد الفرحه ومتعه، هذيك ثاني دوبامين. ماما هكا فهمتوا مليح. دروك نولوا للتجربه، هذوك الفئران مور ما دار لهم هكا شصرا، بشويه بشويه مع الوقت واحد من الفئران سي طلع ودرك على هذاك البوطون، مين درك عليه دوبامين طلقت في لاكاج هذيك، والفئران ولاو فرحانين. موراها بشويه بشويه هذوك الفئران بداو يولوا مدمنين على هذيك البطونه، وبداو كل يوم يدركوا اكثر، حتى وين وصلوا لواحد الدرجه انه المخ تاعهم ما ولاش يعطيهم رسائل عصبيه باش ياكلوا ولا يديروا حاجه واحده اخرى ابار يدركوا في البطونه. تسمى المخ تاعهم ولا يقول لهم في كل دقيقه درك البطونه درك البطونه، علاش؟ باش يمد لك دوبامين وتولي فرحان. كشر ولاو مدمنين حتى هبلوا، حتى ما ولاوش يرقدوا ولاو يخموا غير على هذيك الدوبامين. ومن الكثريات اللي ولاو مدمنين، حتى هذاك العالم قلعهم لاكاش باسكو كانوا غادي يموتوا، ما ولاوش ياكلوا ما ولاوش يرقدوا ولاو يحوسوا غير الدوبامين. صح قاضى، اش دخل هذا الشيء هذا في حنايا؟ دوك نفهمكم خوتي، شتو كاع اللي حكيته لكم، الفئران البطونه وهاد الصوالح هما حنا، حنا هما هذوك الفئران، والبوطون هذاك هو تيك توك. تلقى روحك تسكرولي. ودروك خوتي غادي نروحو نهضروا على العلاقه ما بين التجربه وتيك توك، باسكو حكينا لكم على التجربه ولكن وراها العلاقه. النقطه الاولى، تيك توك فيه اكثر من 1.6 مليار مستعمل، واكثر من 1 مليار مستعمل اكتيف كل يوم، سما يستعمل تيك توك يوميا، وهادو كاع في 155 بلد. ونجمو نلقو في تيك توك اكثر من 80 لغه، والمستعمل الواحد في النهار مينيموم يستعمل تيك توك زوج سوايع، سما تاليا شغل تاليا، زعما اليوم ما استعملش كاع ما استعملش تيك توك زوج سوايع تاليا مينيموم. والعلاقه ما بين التجربه وتيك توك هي انه مين تدخل في تيك توك ودير سوايع
تهود الفوق ولا تهود تحت ولا دير جام ولا مش عارف انا كاع اي عفسه ديرها اي اكسيون ديرها في تيك توك، هنا راه كاين تشابه مع البطونه تاع التجربه تاع الفئران. سما باش انت تكون عندك السعاده والدوبامين يليق لك تدخل تيك توك ودير هذوك الحفايس كيما الفئران، وسي كاش نهار فوت نهار بلا تيك توك وشوف كيفاش تحس. تحس باللي راهي خاصتك عفسه اللي يليق ديرها، تولي كيما واحد خاصته اون دروغ، سما تولي تحوس على الدوبامين وتولي تحوس على لا سورس تاعها اللي منها مداري تديها، وش هي؟ تيك توك. سما يليق تدخل تيك توك ودير لي سوايب ودير لي جيم وتكومونتي باش تدي لا دوز تاعك تاع الدوبامين اليوميه. وليق تعرفوا باللي الريزو سوسيال يستحق حاجه واحده واللي هي الانتباه ولا لاطونسيون، وما يعطوكش دراهم كي تستعمله ولكن كاع هكا وتستعمله ويقلعوا لك سوايع تاع رقاد ويضروك. اللي تعرفوا باللي كاين واحد الناس يخدموا عند هاد المنصات تاع تيك توك وكاع، والهدف تاعهم كيفاش يردوك انت مدمن على المنصه تاعهم باش تولي كل يوم تجي وتستعمل المنصه تاعهم، قارين لا بسيكولوجي باش ينجموا انت يتحكموا فيك ويسيو يحوسوا على طرق ويديروا طرق باش يردوك انت تكونسومي وقتك في هاد المنصات وتكونسومي اكثر وقت ممكن. ومين تدخل ما تخرج كاع على خاطرش دير عفسه فريمون سهله بزاف وتدي دوبامين، شغل اك دير غير هاك طلع بالهاد البوس ولا بهذا وراك تدي دوز تاع دوبامين كبيره. ودي فوا بالك روماركيتوها في روحكم تجي دير عفسه باغ اكزومبل تبغي تبدل حوايجك ولا تبغي مش عارف انا دير عفسه ولا تلقى روحك جمحت، تقول غير ندخل تيك توك بالخوف نشوف شا كاين، تلقى روحك فوت نص ساعه ساعه خوتي وانت في تيك توك غير تشوف، وانت على باس كنت باغي دير عفسه كاع واحده اخرى. وهذه الطريقه يستعملوها كاع المنصات، ما كاش منصه ما تستعملش هذه العفسه تاع البسيكولوجي وكاع، ولكن خوتي تيك توك الالغوريثم تاعه واعر بزاف وخطير بزاف. علاش خوتي؟ غادي نعطيكم اكزومبل. الاكزومبل الاول راكم في يوتيوب، يوتيوب سيفري هو يعطيك ويقترح لك دي كونتوني ولكن انت اللي تختار وينها فيديو تدخلها وتتفرجها، ولا بروف كاين دي مينياتور تصويره صغيره وكاين تيتر. وتاني لو كان تقعد فوق الفيديو بلا ما تدخل فيها يوري لك شويه من الكونتوني اللي راه الداخل ويوري لك مام الوقت اللي غادي تفوته في هذا الفيديو. سما مين تدخل في الفيديو على بالك شا غادي تشوف وشا غادي تتفرج وشعال الوقت غادي تفوته وشكون تاع من الفيديو تاعش كونتوني وعلاش غادي يهضر. سما ديجا قبل ما تدخل على بالك كاع هاد الصوالح، ولكن تيك توك هو يامبوزي عليك كونتوني باش تتفرجه وعندها اون باز دو دوني يتغدى منها. وهاد لا باز دو دوني مين لايمها؟ لايمها كاع الصوالح اللي درتهم انت في يوتيوب اللي عيطوا لهم لي كوكيز ومام دي سورس واحد اخرين. بار اكزومبل انت دخلت حوست على هادي في جوجل ولا شفت على هادي في انستغرام ولا هو يلم كاع هاد الصوالح، ومام صوالح اللي حوست عليهم ولا شفتهم في تيك توك هو يلمهم وعنده اون باز دو دوني عليك انت شا تبغي وين انت تستعمل تيك توك ها كيف ها كيف انت كي داير ويعطيك على حسب انت شا تبغي. دروك خوتي على بالي بزاف منكم جاوهم واحد الاسئله في راسهم تاع وين راهي الصعوبة، دوك نفهمو الصعوبة انه كي تحكم التليفون تاعك وتدخل وتبدا تسكرولي غادي تبدا تهود تلقى روحك تحت في فيديو تاع سبور، من بعد تزيد تهود تلقى روحك تحت في فيديو واحد يغني، من بعد تزيد تهود تلقى روحك تحت في فيديو تاع الواطا وهي رايحة راك تهود وراك تشوف راك تهود وراك تشوف. كي تطلع راسك تلقى خمس سوايع فاتت، انت بروحك ما تفهمش هاد الخمس سوايع كيفاش فاتت، شصرا وين كنت انا؟ ما درت والو فيها، ما نط من بلاصتك، ما تحركت، ما قريت، ما كليت، ما خدمت والو، زيرو انتاج. ومشي مام با انت اللي كنت تحوس ولا تريشيرشي شا تفرج، راك غير تسكرولي راك غير تشوف. والقوة الكبيرة اللي تخوف في نفس الوقت تاع الابليكاسيون تاع تيك توك وعلاش تغاط دروك على كاع لي زابليكاسيون الاخرين هي لاناليز. دوك نفهمكم بشوية، انت كي تكون تتفرج وتسكرولي وتطيح في فيديو عجبك، مثلا انا انسان يبغي البولا بزاف ونقولوا راني نتفرج في تيك توك نطيح في فيديو تاع ميسي دريبلي في جوار واحد اخرين، شي صرا انا هذاك الفيديو نكمله كاع حتى التالي ما نسكروليش. دونك تيك توك شي صرا تما يفهم باللي انا نبغي البولا، انا نتفرج بولا باسكو الفيديو كملته حتى التالي، هذا سموه الواتش تايم، شعال تتفرج شغل شعال وقت وانت تكونسومي. تيك توك يفهم ديريكت اوتوماتيكمون باللي انا انسان في الشخصيه تاعي نبغي بولا، شي صرا موراها كي تخرج تدخل من لابليكاسيون تيك توك يولي يعطيك بزاف لي فيديو تاع بولا، يولي كتر لك بلا انت ما تحوس بلا انت ما تخرب بلا والو، باسكو علاش؟ قرا الافكار تاعك وقرا الشخصيه تاعك وفهم باللي انت انسان مهووس بالبولا. وهنا شي صرا تلقى روحك انت غير تتفرج في هذوك لي فيديو باسكو صاي ولاو كثروا لك صوالح اللي تبغيهم انت، تلقى روحك تسكرولي وتسكرولي وتسكرولي وكل ما تشوف داك الفيديو الحاجه اللي انت تبغيها دوبامين تزيد دوبامين تزيد، السعاده تاعك المؤقته تزيد، تحس روحك بيان، تحس روحك شعورك في العالم تاعك ماغري ما راك دير والو. وش هو الالغوريثم تاع تيك توك؟ فيه بزاف صوالح. الحاجه الاولى المعلومات تاع الكونتاكت تاعك، لي زانفورماسيون تاع الكونتاكت، تليفونات الناس اللي تعرفهم هادو كاع يديهم لك، ليستوريك تاعك شات فرجت اصلا كاع ملي بديت هذاك تاني يديه لك، لوكاليزاسيون
علاش؟ باسكو يسحقها يسحق يعرف انت وين تسكن باش يخرج لك لي فيديو من الانواع تاع البلاد اللي راك فيها باش تعجبك تقول هذا جزائري هذا نشوفه. الواتش تايم اللي قلت لكم عليها الساعه اللي هي شعلت تتفرج ولي بارطاج والكومونتير وقعت شعلت دير جام شعلت كومونتي شعلت ابوني من الواحد لما ترسلها هذا وكاع يلعبوا دور كبير في الالغوريتم تاع تيك توك. ومور ما يكمل هذا الشيء مور ما تحل انت لابليكاسيون ودير كونت في البداية مور غي شويه سوايع الوالا تيك توك صاي بلوك عليك قفل عليك. علاش؟ باسكو ديكوفر الشخصيه تاعك من هذا الالغوريتم ومن الصوالح اللي صراو وعرف شخصيتك وغادي اوتوماتيكمو يعرف شي يحط لك باش انت حبيبي ما تخرجش. نقولوا التجربه تاع الفئران تولي تدرك على هذيك البوطونه بلا ما تحبس باسكو راهي تعطيك دوبامين. تسمى بصفه عامه الفرق ما بين تيك توك والاخرين هو انه تيك توك ما يهمش شكون تابونيه ما يهمش لمن تكومونتي ما يهمش كاع صوالح يهم شكون انت الشخصيه تاعك باسكو يعطيك على حسابك. وعلى بها في تيك توك تدخل الفوق تلقى كاتبين سويفي من جهه وهما اللي راك مسويفيهم زعما ومن جهه الزوجه تلقاهم كاتبين بوغ توا وهذه بوغ توا اخوتي واعره باسكو بوغ توا هي اللي كنت هي ما انت حبيبي الشخصيه تاعك رانا قضبناها على بالنا انت اش تبغي غير ريح ودخل وتفرج وغادي تقعد معنا ان شاء الله سبع سوايع وانت تسكرولي قام تخممش ما غاديش قاعد تبوجي من بلاصتك ما غادي تقضي صوالحك ما غادي تشري ما غادي تقرا ما غادي تخدم من خلوك دير والو هنا تريح شغل بصفه اخرى راه يقول لك ارواح نعطيك الضوء. وهنا اخوتي غادي نروحوا لنقطه واحده اخرى الدوبامين وتلف العقل. مور ما تيك توك سيبو عرف شخصيتك انت كي داير شا تبغي وشا تحوس. تخيلوا دخلت تيك توك صاي انت راك قدام تليفونك دخلت لابليكاسيون تاع تيك توك الفيديو الاولى غادي تخرج لك فيديو تاع بوله غادي تعجبك غادي تفرح تعطيك اون دوز تاع دوبامين. موراها تكرولي تهود لتحت غادي تخرج لك فيديو تاع طياب ولا فيديو عفسه جديده عليك ولا فيديو مهم عفسه اللي تعجبك تعجبك تفرح تزيد تعطيك دوز تاع دوبامين. موراها تشوف عفسه واحده اخرى عفسه تخوف الهرمونات تاعها قاعد تخلطوك شغل العفسه تخوف عفسه تفرح موراها تجيك عفسه تبكي موراها تعاود تجيك عفسه تخوف موراها تعاود تجيك عفسه تفرح موراها تعاود تجيك عفسه تحير فيها لي سونتيمون تاعكم لي زيموسيون تاعكم يتخلطوا الكور تاعكم ما يفهمش اسكو غادي يفرح اسكو غادي يزعف اسكو غادي يبكي. هادو كاع صراو في دقيقه بزاف والدوبامين راها غير تزيد انت راك تتفرج والدوبامين راها غير تطلع. وهنا اخوتي العقل يدير لا ليزون يشوفك باللي انت كي راك تتفرج وتطلع صباعك راك تفرح هو ماذا بيه عفسه كيما هكا هو شغل يدوموندي اكثر. علاش؟ باسكو انت راك تفرح وراك تريح راك تروبوزي ستريس راه يروح لك والدوبامين راه يطلع. ثم هو شي يدير لك الادمان يقول لك خصني هاد العفسه كل يوم وماذا بيك كل يوم تزيد. وي مشكل خوتي الكونتوني تاع تيك توك ما يكملش ما عندهش حدود. سما انت لو كنت ساعه في روحك وساعه في عقلك تلقى روحك ملي تنوض حتى اللي ترقد وانت غير في تيك توك. لو كان ما كاش عفسه تحبسك ولا ما كاش عفايس لي اوبليجي ديرهم لي حبسوك تفوت نهار كومبلي وانت في تيك توك. وهنا وصلنا لنقطه واحده اخرى انت كي راك تتفرج المخ تاعك راه يخدم صافا با دير كو مين راك تتفرج مخك راه مروبوزي ولا لا راه يتلقى معلومات وراه اناليزي راه يشوف لا بروف تاعك تشوف عفسه تضحك تضحك. لو كان تتفرج بار اكزومبل دير فيلم يضحك ولا سبيكتاكل يضحك ولا كي ما تركش كاع معاه الناس كاع راها ميته بالضحك ولكن انت ماكش تضحك. علاش؟ باسكو مخك ما راهش اناليزي ما راهش مكونسونطري. ولكن انت كي تشوف تيك توك وتاناليزي وتكونسونطري في شارك تشوف باغ اكزومبل عفسه تخوف انت تخاف عفسه تضحك انت تضحك مخك راه يتعب وراه يدير مجهود والمجهود تاعه غادي كاع يروح في تيك توك. موراها تبغي دير عفسه واحده اخرى ما يكونش عندك تركيز 100% باسكو ديجا راك ضيعته في تيك توك. سما من موراها تبغي تقرا تبغي تخدم تركيز راه فريمون ناقص. علاش؟ باسكو تيك توك وما منتا تولي عقليتك تتبدل باغ اكزومبل تولي تهضر بحفايس اللي شفتهم في تيك توك ميم توما صحابك تولوا تزعقوا بحفايس
كما نقولوا حنا دي برايفت جوكس. برايفت جوكس هي عفسه اللي تهضروها ولا تجبدوها وعلى بالكم نتوما شغل راكم تمعنوا على عفسه واحده اخرى اللي راكم شايفينها. تولي هضرتكم اسكو شفت هذيك الفيديو ولا صاحبك يجبد لك عفسه لواحد قالها شعبيها تضحكوا، تولي حياتك مبنيه على تيك توك وتولوا كيما هذاك اللي مين يتقلق ولا يتنرفا يدير كارو دخان هو باش يطلع الدوبامين تاعه. ما منتا كي يولي عندك مونك ولا وقت صغير ما عندكش دير تروح ديريكت للتليفون ديريكسيون تيك توك. خوتي حنا رانا نجبدوا على تيك توك ولكن نفس الشيء ينطابق مع المنصات الاخرين ولكن تيك توك بزاف كما قلنا لكم باسكو الالغوريتم تاعه واعر بزاف وخطير بزاف. كاين واحد التجارب داروهم واحد العلماء خوتي بينوا باللي دوبامين كيما توليش تندار من المخ بصفه طبيعيه تؤدي الى موت الاعصاب العقليه واحد مورا واحد. تما مع الوقت رانا نكتلو في الاعصاب العقليه تاع مخنا كي شغل راك تفليكسي في الدوبامين وكل ما تكثر كل ما تولي ضعيف بزاف الشخصيه تاعك وكل ما تولي غبي امنوا ولا ما تامنوش خوتي داخله في الغباء تولي غير تشكل. ومين عقلك يفهم باللي التيك توك هو اللي راه يعطيك هذيك الدوبامين والسعاده المؤقته يدخل في سيركل فيرمي دوامة مبلعة على بها كل ما تبغي ترقد في الليل 12 تاع الليل وحدة تاع الليل تلقى روحك تسكرولي 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 بلا ما ترقد تلقى روحك جبت 4 ل 5 تاع الصباح وانت غير تسكرولي في تيك توك. ومن بعد كي تكمل وتطفي التليفون تبغي ترقد تولي تقول علاش قعدت حتى لهذا الوقت مش يكون رقدت 10 ولا 12 ولا ربحت صحتي خير ولكن هذه العفسه اللي تقولها تولي تقولها كل يوم وكل يوم وكل يوم باسكو علاش الدوبامين زادت وتولي مدمن على هذاك الشيء ما تتحكمش فيه تولي كشغل في السوبكونسيونس تولي في فعل لا ارادي ولا تخمام لا ارادي صاي ماشي انت تتحكم فيه. وهذا الادمان غير كيما ادمان الكحول ولا ادمان صوالح واحد اخرين كيف كيف هذا كيأثر كتر على المخ. دوبامين يعطينا السعاده في حياتنا كيما بار اكزومبل كي تربح الباك ولا البوام ولا تكون صغير ويشرو لك كادو ولا دير بروجي وينجح لك الى اخره. ومن هاد الدوبامين ومن هاد الصوالح اللي يصرو لك في حياتك تولي تحس روحك عندك قيمه كشغل تولي تحس باللي انت اللي الناس يحترموك باسكو انت درت صوالح وعندك قيمه في هاد الحياه. ومين تحس روحك هكا تجيك لا موتيفاسيون باش تزيد تخدم. ولكن اذا وليت مدمن ويجيك الدوبامين غير من تسكرولي وتسكرولي وتيك توك مشكل كبير غادي يصرى باسكو كاع اللي قلتها لكم من قبل ما غاديش يولي يصرى لك وما غاديش تولي تحس به ما غاديش تولي تحس بالبنه تاع الفرحه سما اي حاجه ما يوليش عندك بنه فيها باسكو علاش الدوبامين ما راهش ينتج روحه بروحه ما راهش ينتج روحه بالاحداث اللي يصرو لك في حياتك بصفه طبيعيه راك تجيبه وراك تكونسوميه من حاجه اللي دائما تشوفها وتشوفها. تما فريمون خوتي الا نحرزوا روحنا ولا تحرزوا روحكم من هذا الشيء وتسيي تنقص الماكسيموم وتسيي تتحكم فيه قبل ما تتلف العقل تاعك قبل ما حياتك تلقاها غير رايحه وانت ما داير والو. ودروك خوتي غادي نروحوا لنقطه واحده اخرى مهمه بزاف كتر من قاعد الصوالح عندها خاطر تاني كبير بزاف مانيش عارف اسكو روماركيتو ولكن في لي ريزو كاين بزاف العنف كاين بزاف التنمر والناس تاتاكي في ناس والناس تعير في ناس ولكن في الصح قليله بزاف. بار اكزومبل انا تلاقيت مع انسان في الحياه الحقيقيه وهضرنا على كاسوجي ولكن ما تفهمناش وعندنا راي مختلف هو جبد لي واحد النقاط وانا جبت له واحد النقاط غادي نهضروا نقعدوا غير نهضروا ولكن غادي نوصل لواحد الحد اللي ما غاديش نفوتوه واللي هو الحد تاع العنف وتاع بار اكزومبل نبدا نعايره ولا نقول حفايس اللي هو ما يرضوهش وانا ما نرضاهمش على روحي تاني ما غاديش نعايره ولا غادي ندابزه ولا كاين واحد الليميت اللي كي نوصلها نحبس عندها. ولكن هذا الليميت خوتي في انترنت ما كانش على تلقى واحد يعاير في واحد باسكو النظره المباشره باغ اكزومبل انا كي نهضر معاك مباشره برا ونشوف فيك ونهضر معاك ماشي كيما نهضر معاك في لي ريزو ولا في تيك توك ولا انستغرام. باغ اكزومبل ينجم واحد في هذو لي ريزو يعايرك ولكن لو كان تلاقى معاه برا يقادرك وما يهضرش معاك بلا ميم فاسون كيما في تيك توك. وافضل مثال وافضل تجربه خوتي دائما تجارب نديرهم في الحيوانات كاين واحد التجربه شهيره وين يجيبوا زوج كلاب وبيناتهم كاين بارير هذوك الكلاب غادي يقعدوا ينبحوا بين بعضهم ويقعدوا يأطا بعضهم البعض ولكن كاين بارير وغير كي نحلوا هذيك لا بارير ولا نحلوا بيناتهم ونخلوهم يتلاقوا ما غاديش ينبحوا لبعضهم بعض وما غاديش يدابزوا. علاش؟ باسكو كاين هذيك لا ليميت راه قدامه راه يشوف فيه من قبل كانت كاينه بارير راك بعيد عليه كان كاين حاجز تما ينجم يقول شي يبغي بلا ما يخاف على روحه باسكو راه يقول بلي هذا راه بعيد ما غاديش يوصل لي وما غادي يدير لي والو. والنقطه الزاوجه اللي هي لانونيما من واحد يستعمل كونت انونيم ولا مجهول باغ اكزومبل ما يديرش فوتو بروفيل تاعه ولا اسمه ولا كابابل في تيك توك يعايرك وانت غاد وتريح معهم على بالكش بلي هو. دونك هاد الصوالح يولدوا بزاف العنف والتنمر سورتو التنمر خوتي باسكو تعرفوا بلي التنمر ماشي حاجه سهله دمرت حياه تاع بزاف ناس وعلى بيها ينوضوا بزاف الفتن في هاد المواقع.
حكينا لكم خوتي خاطر من لي دونجي العديدة تاع تيك توك. دروك غادي نحكي لكم على عفسة واحدة أخرى واللي هي لي ترانز ولا لي ديفي ولا التحديات اللي انشهروا في تيك توك واللي شكلوا خطر كبير بزاف على الناس وعلى اللي يستعملوا هذه المنصة. التحدي الاول اللي غادي نهضر عليه سموه ديفيوس ليك تشالنج. شيسرا واحد يكاميري روحه يدخل كاش بلاصه كساسوا بريفي ولا بوبليك ويخون عفسه اللي ما تكونش متوقعها ويروح بيها، هذا تشالنج خوتي. والاكثريه الفيديو يكون يضحك من هذاك السيد يخون عفسه شغل امبروبابل باش تخونها، شغل عفسه زعما كبيره ما تصورهاش ولا ما تتوقعش واحد يخونها. باغ اكزومبل لافابو فريجيدير جابيه هي تضحك، شغل خطيره بزاف او بوين كاين وحدين دخلوا للحبس. تحدي الزوج اللي غادي نهضر عليه واللي سموه ايس كريم ليك تشالنج. هذا الشالنج ولا هذا الترند شاع في وسط الكورونا. شا يديروا في هذا الفيديو؟ واحد يكاميري في روحه يدخل كاش حانوت، يروح للفريجيدير ولا الكونجيلاتور يحل، يجبد متلاجات ولا لاكريم ولا ايس كريم يحله، يضرب الحصى يعاود يبلعه ويعاود يرده ويروح. خوتي اللي دار هذا الترند الاول دخلوه للحبس باسكو ديجا نفوس الكورونا، وتاني عفسه ما تندارش. كيفاش تخيل انت تروح تشري لاكريم وما على بالكش بلي كاين واحد قبلك حله لحسه وعاود بالاه ورده. التحدي الثالث خطير بزاف واللي يسموه ذا بلاك اوت تشالنج. شدير في هذا التشالنج تتنفس تدخل الهواء وتبلع على لي بومو تاعك، ما تخرجش الهواء حتى وين تتغاشى. وكاينه واحد الشيره صغيره خوتي يسموها نايلا اندرسون، وين شافت وحدين يديروا هذه العفسه في تيك توك طلعت لها الدوبامين في الراس، عجبتها بغات تدير كيفهم. كان عندها 10 سنين خوتي توفات. والتحدي الرابع والاخير اللي غادي نهضر عليه واللي يسموه ذا سكول بريكر تشالنج خوتي، بين قوسين هذا التحدي بلا تيك توك بكري داروه لي، دقته في حياتي هذا التحدي وفريمو ما نكونسيح حتى حد يديره خوتي. هذا التحدي شدير كاين ثلاثه اللي راه ادروات واللي راه اغوش على بالهم شا غادي يصرا. شي يقولوا له يقولوا له نقز حدك ولا تنقز اكثر منا تربح، ولكن هو غير ينقز هما بكرعيهم يضربوا له كرعيه من تحت ويطيح يا على رقبته يا على راسه. كاين اللي دخلوا الكوما وكاين اللي توفوا خوتي مال هذا الشالنج. فوالا خوتي راها كملت لا فيديو تاعنا تاع اليوم. جيسبر سورتو تكونوا فهمتوا مليح شنو قلنا لكم، باسكو على بالي كاين واحد الصوالح جين سيونتيفيك بزاف بصح سينا بسطناها لكم حد هاك شغل باش كاع نفهموا. فوالا خوتي، وتاني غادي نقول لكم خوتي بلي حنا ماناش نقولوا بلي تيك توك ماشي مليح وماناش نقولوا بلي تيك توك مليح، نسبه مئويه كبيره ماشي مليح. باسكو نزيدكم انفورماسيون خوتي قبل ما تكمل الفيديو، شنو هما اللي داروا تيك توك؟ فلاشين عندهم ابليكاسيون واحده اخرى، تيك توك ممنوعه فلاشين، وهذيك الابليكاسيون عندهم استعمال 45 دقيقه في اليوم ماكسيموم. سما هاد الهضره اللي قلتها لكم سيو خدموا راسكم اختي، ولا تعرفوا ثاني بلي الالغوريثم تاعهم وتاع العالم كاع اللي بقى ماشي كيف كيف. هما عندهم الالغوريثم يمد ولا يقدم كونتوني اللي فيه محتوى مليح اللي فيه حفايس شابين حفايس اللي تستفاد منهم ماشي كيما باقي العالم. هذه يا اخوتي نخليكم بخير كيما يقولوا ونتلاقوا خميس ان شاء الله.